النهارده انت موجودين معاكي في معرض الزفاف، ودلوقتي عايزينك تكلمينا عن الايلاينر اللي انت بتعمليه وموضه 2016. تمام. الايلاينر السنه دي او السيزون ده راجع للموضة بتاعت زمان، الرسمة الخط رفيع وعريض، مثلا لو تفتكر سعاد حسني برسمة عينيها الايلاينر الرفيع وطالع على العريض زي ما انا بشتغل كده دلوقتي بسحبة، بس ده بيمشي اكتر مع العين العيون الصغيرة والمتوسطة مش الكبيرة. تمام. المفروض ان انا بعمل خط عريض علشان ياخد من مساحة الجفن او العين. العين الصغيرة مش المفروض ان انا الايلاينر يكون من فوق خط رفيع ومن تحت مش من جوه العين، من بره العين، بحيث ان انا اوسع العين، وببتدي من اول الجفن لحد اخر الجفن بسحبة. تمام. طيب بالنسبة بقى للألوان اللي هي موجودة دلوقتي في 2016 وبتليها على البشرة بتاعت الفتاة، ايه هي الألوان او احدث صيحات الموضة في هذه الألوان؟ بص، احنا هكلمك عن السيزون بتاع الشتاء. عادة الألوان الشتاء بتبقى ثابتة لحد كبير كل سنة، ما بتتغيرش، لان احنا دايما في الشتاء بنميل للألوان الغوامق، الألوان الدافية، بنيات والزيتي والكحلي والألوان الترابية والبيجات. تمام. فدي الوان ثابته ما بتتغيرش. الصيف بقى هو اللي احنا بنلعب فيه شويه في الالوان بتاعته.